ونبقى في العراق، حيث وقعت سلسلة انفجارات ضخمة في العاصمة العراقية بغداد ومدينة الحلة في الجنوب، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وتمت غالبية التفجيرات بواسطة سيارات مفخخة، ولم تعلن أي جهة المسؤولية عنها. يوم دام عاشه العراق بسقوط 49 قتيلا على الأقل وإصابة العشرات عندما انفجرت قنابل في أحياء متفرقة في العاصمة بغداد ومدينة الحلة في الجنوب. وسقط العدد الأكبر للقتلى اليوم في الهجمات التي وقعت في الحلة والمناطق المحيطة بها جنوبي بغداد، حيث قتل 35 شخصا وأصيب 90 آخرون في 7 انفجارات بسيارات ملغومة داخل المدينة نفسها وفي بلدات الحصوة والمحاويل والمسيب، وقتل 14 آخرون في تفجيرات في أحياء ببغداد. وفي إحدى هذه التفجيرات قالت المصادر إن قنبلة انفجرت داخل مركبة متوقفة قرب محطة للحافلات في حي البياع فقتلت 5 أشخاص. ووقعت كذلك انفجارات في أحياء العامل والإعلام والشرطة. كما أوضحت المصادر أن سيارة مفخخة انفجرت في وقت سابق في منطقة باب الحسين وسط الحلة، كما انفجرت سيارتان وسط الحلة، السيارة الأولى بالقرب من حسينية ابن إدريس والأخرى انفجرت بالقرب من قائم قمية قضاء. ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن أي من الهجمات، لكن المسلحين المتشددين الذين سيطروا على عدة بلدات في الأسابيع الأخيرة اعتادوا تنفيذ وتبني مثل هذه الهجمات من وقت لآخر.